عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شباب. اليوم رجعتكم بمقطع جديد مقطع ستوري مقطع ما دخل راح يكون عبارة يا شباب على اني شباب راح نشتري الشخصية الجديدة كابيلا. راح نقوم يا شباب بتجريبها وراح نشوف يا جماعة يعني لو تستحق شراء او لا، وراح نشرح كل شيء يا شباب عليها. اوكي يا جماعة، انا يا شباب لأول مرة تشوف هذه القناة، معكم ايمن من قناة شديدة جيمر يا اسطورة. اتمنى انك تنضم لجيش الاساطير عن طريق اشتراك القناة وتفعيل زر الجرس يا اسطورة. الو يا شباب، هذه هي شخصية كابيلا يا جماعة. راح نقوم بأول شيء خلونا نشوف الملف تبعها، نشوف يا شباب القدرات تبعها ولو تستحق الشراء، وراح نجربها أيضا. اوكي يا جماعة، خلوني يا شباب راح نروح للملف الشخصي يا شباب تبعها، ونروح للقدرة يا شباب ليفل 6. اوكي، السرية أغنية الشفاء، زيادة تأثيرات العناصر العلاجية بنسبة 20% ومهارات العلاج بنسبة 10%، قليل خسارة نقاط الصحة لدى الأعضاء عند خفضه بنسبة 30% يا جماعة. او ماي جود، لا توجد استثيارات شباب. راح تكون لو كانت هي جماعة جد راح تكون حاجة أسطورية. المهم يا شباب خلونا نشرح لكم. اول شيء زيادة تأثيرات العناصر العلاجية بنسبة 20%. شو هي العناصر العلاجية؟ اللي هي الفطر والميتكت، هاد الاثنين يا اصدقاء. ايضا يا شباب مهارات العلاج بنسبة 10%. المهارات يا جماعة مثلا مهارة العلاج ذا الوك يعني هو يزيد لك دم، مهارة ميجل يا شباب يزيد لك الفطر، وايضا مهارة خلونا نشتري شخصية. اول شيء شو المهارة الثالثة؟ أيوة مهارة الشخصية اللي كانوا زادوها ماضية، تركب سيارة تزيد الدم، يعني مثل مهارة الشخصية وبعض المهارات يا جماعة اللي تزيدك الصحة يا أساطير. والشيء الثالث يا جماعة اللي هو ناقص 30% في الضرر اللي يجيك. لو كانت شيء شباب حاجة أسطورية راح تكون مرة حاجة عملاقة دم يا شباب. أوكي شباب، اشترينا الشخصية، لازم حاليا طورنا الليفل 4، لازم يا جماعة نطورها أكثر لأنه ليفل 4 ما يكفي، لازم ليفل اقل حاجه يا شباب 6 وصلنا اكثر حاجه، ليفل 5 اقل حاجه. المهم يا شباب حاليا خلونا اول شيء نجربها. تكلمت يا شباب مع صديقي انه يروح يشتريها، خلوني شباب نغير السكين. تكلمت يا شباب مع صديقي رايتر جريك تي، اتمنى يا شباب تدعموه، راح تلاقون رابط قناته الموجوده في صندوق الوصف. يسوي مسابقات وكثير اشياء مره اسطوريه، ابغى يا شباب يوصل ل 10000 باسرع وقت، ما ضل يا شباب شيء. اوكي يعني جاب الفيديو هيك ندعموه. اوكي يا صدير، انا يا شباب كما قلت لكم روحوا تكلمت معاه، قلت له يا شباب يجيب شخصية جديدة ويطورها قدر انه يستطيع، يعني استطاع انه يطورها يا شباب لليفل 5 يا اصدقاء. والمهم يا جماعة راح نجربها. ايضا تكلمت مع شخص ثاني انه يدخل معانا بشخصية حواء، هذه الشخصية الاولى باللعبة يعني زوجة ادم. اوكي شباب كما تلاحظون هذول هم الاثنين، هذا الشباب الشخصية الاولى وهذه الشخصية الثانية يا اصدقاء. حاليا شباب راح نبتعد شوي وراح نقوم يا شباب بالاطلاق عليهم بسلاح الام 14، وراح نشوف بعدت كثير، خلوني يا جماعه نقترب. راح نشوف يا شباب الضرر لكل الشخصيتين اما حواء وكابيلا يا جماعه. نشوف يا شباب خلونا نبدا بشخصيه حواء يا شباب، نشوف كم. 50. اوكي كابيلا كم 37. او ماي جود يا جماعه شت يا مدير، شباب هذه مرة حاجة أسطورية. لو كان يا شباب ما أحلم وهذا حقيقي يا شباب راح تكون حاجة أسطورية. يعني تخيل أنه 13% يا شباب راحت، 13 دم يا جماعة راحت، يعني الفرق بيناتهم 13 دم، ما ولا واحد يا شباب منهم ما عنده شخصية. خلوني يا شباب نروح الفايت. أوكي يا شباب حاليا بعد ما جلدتهم في الروم، خلوني يا جماعة راح أعطونا الصندوق. قلت لكم يا شباب قبل شوي انه يعني مره شيء مره اسطوري، يعني تخيلي صديقي 13 دم ناقص وهذه شباب عنده شخصيه ليفل 5، لو كانت ماكس راح تكون حاجه اكثر يعني قدام يا مدير. حاليا شباب راح ندخل كلاس سكواد، خلونا اول شيء نشتري هذه، ندوس باي دفع. كما قلت لكم يا شباب راح ندخل يا اساطير كلاس سكواد وراح نشوف يا جماعه الميتكت كم راح تعبي لنا الدم، لانه كما يقولون 20% ومهارات الشخصية آلوك لازم أيضا نجيبها راح يعطينا يا جماعة 10 في الدم. أوكي شباب نايس هيك 300 جوهرة. خلوني شباب نروح أول شيء نفتح هذا الصناديق، واليوم يا جماعة حاطي زبالة 100%. خلونا نفتح 5 زبالة دم مدير حظي يا شباب. لو إلى أختي حظي تعال أرجوك، لا مو لا تجيني الآن، لا ثواني، وأيضا لا تجي هون، هذه عندي أصلا دائم هذه شباب، لا ثواني نبدا من الحظ الخايس اللي ابغاه. هذا ثلاثة شباب، ثلاث صناديق
الآن يا جماعة أبغى حطي يجتمع كل قواه السحرية أو السحرية هون يا جماعة. هات الحظ شتي مولي. بس والله حظ يعني 7 أيام وثلاث أيام يعني 10 أيام بس في 2 صندوقين هذا حظ يا سطير. المهم شباب حاليا راح ننتقل وراح نروح يا شباب ونغير شخصية لشخصيات أو خلوني يا شباب أول شيء راح ندخل جيم لا خليني يا شباب نجيب هذول البطاقات. راح نحرق يا جماعة هذا 800 جوهرة ندوس ماكس راحت 400 ندوس فتح خرا. الحمد لله يا جماعة حط شوية حلو هون أعطونا 80 وحدة. أوه حقيبة ظهر الجنرال ستار خلوني شباب نشتريها فيها تخفيض 60% نايس. المهم شباب كم ظل معانا 411 جوهرة راح نجيبهم يا جماعة تبع هذه الصور يا شباب. شت جوهر غير يعني الجوال يا جماعة فيها بلوك. اشترينا احنا بكم؟ ب 240 لازم يعني نقدر نشتري شباب 4 وتم. ضلوا معي شباب حاليا 11 جوهرة خلونا نشوفهم لو فيهم بلوك. لا جيد الان يعني انتهوا عن جد. اوكي شباب راح نروح اصدقاء للخزنة وراح نقوم يا جماعة بتطوير شخصي. كيف؟ الجولد معي لازم بس هذه القطع الشاملة خلونا نغيرها لقطع كابيلا. ندوس تأكيد التحويل ضل شباب معانا مدري كم ندوس تأكيد ايضا ما ادري ليش ما قدرت. المهم شباب كما قلت لكم حاليا يا اساطير راح نخرج من اللعبة ونرجع لانه ما اشتغلت. اوكي حاليا رجعنا ليش ما اقدر اطورها شباب؟ انا اضغط على 4500 ما اقدر سبحان الله. ادخل ستار واطلع يا جماعة احط اليمينيوم ونشوف حاليا راح اطلع وراح اشوف يا شباب لو راح تشتغل يا اساطير. اي لوين انا رايح؟ يلا استغفر الله العظيم. اوكي شباب حاليا نروح ونشوف لو راح نقدر نطور الشخصية. اوكي 4000 تطورت حاليا نايس. وهون يا جماعة 8000 وبس يا شباب حرام. لازم يا شباب العب بشخصيه شوي عشان اطور حاليا يا جماعه. اغنيه شفاء عندنا المستوى 5 والشخصيه يا شباب مستوى 6 بس المهاره يا جماعه كما قلت لكم مستوى 5 لازم نلاقيها على 6. حاليا يا شباب راح ندخل جيم كلاس سكواد وراح نقوم يا جماعه بتجربه شخصيه حواء. كما تلاحظون غيرت لشخصيه حواء يا شباب. خلونا نروح كما تلاحظون ما عندي ولا مهاره. راح نروح شباب ونشوف كم راح تزيدنا دم. دم يا مدير يلا 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 100 في الدم. ليش ما دمش 80 60 40 ضل يا شباب لازم اشيل 20. اوكي ادخل. اوكي 20 يا شباب حاليا راح العب قدام وراح اشوف يا شباب كم راح يكون اضافي. يلا 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 يا شباب نشوف. شوفوا الخط الاخضر عادي كم كم دم كم دم كم 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 دم كم كم دم كم كم دم 95 95 ناقص 20 تساوي لنا يا شباب 75 يعني بدون مهارة بدون أي شيء شباب الشخصية تزيد المتكت يا شباب تزيد لنا 75 في الدم. أوكي شباب تذكرون هذا العدد 75. شوف ما نزل شت. أوكي هلا 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 أعطيه حرام. أوكي شباب ثواني نشوف لوجلده وبعدين يا جماعة نطلع ونروح. هاي كيف كيف يا شباب؟ شوفوا 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 ببطء يا جماعة. شوف 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 انا ورا الثلجة سبحان الله سبحان في هاك في اي بي. اي شخص يا شباب راح نتهمه بهاك في اي بي. اوكي شباب حاليا دخلت جيم ثاني وكما تلاحظون يا شباب الان داخل بشخصية كابيلا المغنية الرائعة. المهم شباب يلا يلا نبغى تشيل لنا هذا الإطار الأحمر بسرعة. يلا شيل 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 بسرعة يا صديقي. أوكي الزون هلا هلا بالزون. أول مرة يا شباب أشتاق لك يا زون. يلا 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 أوه 20 قلت حموت. اوكي شباب نعبي الدم حاليا. الخط الاخضر اطول شوي. يلا 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 108 يا جماعه.
108 108 شباب شوفوا الفرق 108 ناقص 75 كم تجي؟ الله اعلم. والله يا جماعه انه شخصيه اسطوريه. اوكي شباب حاليا رحت وجبت اروك ايضا لانه ايضا يا شباب اروك عنده مهاره الشخصيه. راح نشوف يا شباب مثلا هيك انت مت بالزون جاء صديقك ما عنده ولا مهاره ولا شيء قام بانقاذك كم راح يكون معك في الدم؟ راح يكون معك 20 كما تشوفني حاليا. شغل الوك يا مدير وعبي الدم. شوف يا شباب الوك والدم وانت يعني لساتك مت. راح نشوف يا شباب كم راح يكون عندك في الميدسكيت. ملاحظه يا شباب الشخصيه لساتها بس ليفل 5 168 يعني قول 170 هذه شباب الوك وميدسكيت واحد بس. او ماي جود يا اسطير او ماي جود اقسم بالله يا جماعة شخصية اسطورية. صديقي لو راح تشتري اي شخصية انصحك بالوك اولا. ثاني شباب هذه الشخصية شخصية مرة اسطورية. انصح يا شباب اي واحد ما عنده هذه الشخصية ويقدر يا شباب يشحنها طبعا يروح ويشتريها. وملاحظة يا شباب عندي مسابقة كما قلت لكم في المقطع الماضي على 2 فاين باسات. راح احط لكم يا شباب اليوم على الستوري في الانستغرام شروط المسابقة وكم كلكم يعني حاولوا يا شباب تفوزون يا اساطير. روحي صديقي للانستغرام تبعي وشارك وحظ موفق للجميع. وايضا يا شباب غدا ان شاء الله يا اساطير راح اسوي لكم مسابقة على شخصية كابيلا لفائز واحد. المهم يا شباب بدون ما نطول عليكم لهون نكون وصلنا لنهاية المقطع. نلتقي مقطع قادم ان شاء الله.